دبابة مع عبد الله العامري. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبابة، تأتيكم عبر إذاعة ألف ألف أف أم الموجة السعودية من استديو الإذاعة بريد سيمون. حكون معكم أنا عبدالله العامري يوميا من الأحد إلى الخميس من الواحدة إلى الثانية ظهرا، وتقدروا تسمعونا على مختلف ترددات الإذاعة في المملكة أو عن طريق تحميل تطبيق ألف ألف أف أم من الأب ستور وجوجل بلاي. بداية اليوم يوافق 27 من يونيو، وهو اليوم العالمي لاضطراب ما بعد الصدمة، والهدف من هذا اليوم هو التوعية باضطراب ما بعد الصدمة ومدى انتشاره وتوضيح طرق علاجه، فحيكون إن شاء الله هو محور وعنوان حديثنا لحلقة اليوم. أيضا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم لضيف حلقتنا لليوم عبر رقم الواتساب 055-66-89-01 أو عبر الهاتف 900-66-01-2. أرحب بضيف حلقتنا لليوم الأخصائي صالح محدال جهني، أخصائي نفسي أول بمجمع الملك عبدالله الطبي، عضو تجمع جدة الصحي الثاني. حياك الله أخصائي صالح. أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله وأشكركم على الاستضافة، وإن شاء الله تكون إضافتنا مفيدة للمستمعين بإذن الله. طبعا يعني في موضوع اليوم اللي ممكن في أشخاص كثير يعانون منه أو عائلة عندهم أحد من الأفراد يعني، أنا بحكم أن الصدمات شيء وارد في الحياة والأحداث المختلفة تحدث، ففي هذا الموضوع إن شاء الله وبتواجدك معنا إن شاء الله حنفصل فيه من كل النواحي. بداية مع تعريف هذا الاضطراب، فوشو اضطراب ما بعد الصدمة؟ طيب بداية نتكلم عن الاضطراب ما بعد الصدمة، خلينا نقول الاضطراب ما بعد الصدمة أصبح من الاضطرابات الشائعة حديثا بشكل كبير جدا، والسبب فقدان المرونة النفسية، فقدان الصلابة النفسية اللي كانت متواجدة خلال الفترات الماضية. يعني أجيال سابقة كانت عندهم قوة وصلابة، الآن الوضع أصبح كأنه ما هو قادر أنه يتماسك نفسيا، لذلك أصبحت الاضطرابات الشائعة حديثا بشكل كبير. تعريفه هو عبارة عن حالة اضطراب نفسي تتسم بالقلق قد يصاب بها الشخص بعد أن يشهد أو يعيش بشكل مباشر أو غير مباشر حدث مأساويا أو ظرفا قد يهدد حياته، مثل التعرض للموت أو التهديد مواجهة العنف أو التعرض لتهديد حقيقي، يعني ممكن نقول اعتداء جسدي، دخول في عراك، تعرض لحوادث مميتة. كذلك ممكن نقول عنه أنه يقودنا للتساؤل، وهو كيف أعرف أني أعاني من صدمة نفسية؟ هذه اللي بتحدث مع بعض الأشخاص، اللي هو ما بعد الصدمة اللي بتحصل، خاصة أنها تكتشف من شهر إلى 3 أشهر، هو فعلا الشخص إلى الآن ما تخطى هذا الموضوع. فكيف يعرف عن نفسه أنه هو فعلا حصل له صدمة نفسية أو اضطراب ما بعد الصدمة؟ من خلال الخوف والشعور بالعجز، من خلال الشعور بالانفصال عن الواقع، الغضب بإنكار وقوع الحدث وعدم تقبله، إضافة إلى شعور بالذنب والخجل ولوم الذات. نعم، يعني الآن إذا بنيجي نقول في الأسباب اللي تخلي الأشخاص يصابون بهذا الاضطراب، مثل ما ذكرت هي تختلف، ما في شيء نقول سبب معين إن مثلا لا سمح الله حالة الوفاة هي السبب اللي يخليك تصاب باضطراب ما بعد الصدمة، مجرد هي يعني بناء على حالة الشخص وقوته النفسية مثل ما ذكرت، يعني بحكم يعني تغيرات الحياة مثل ما ذكرت سابقا، ممكن ما كان في مشتتات أو يعني كان في تواصل اجتماعي بشكل مباشر، فهذا كان أحد العوامل اللي تقوي الجانب النفسي للشخص، لكن الآن ممكن بتواجد السوشيال ميديا الطفل أو الشاب ممكن يكون نفسيته ما هي اجتماعية أكثر، فتعرض للصدمة أو الصدمة لما تكون عليه تكون أقوى. صحيح، وهذه من الملاحظات، أنه كيف احنا من نجي نقدم، ان شاء الله حنتكلم فيها بشكل اوسع، لما نجي نقدم المساعده للشخص المصاب باضطراب ما بعد الصدمه، نعتمد بشكل كبير على الجانب الاجتماعي والدعم الاجتماعي. الدعم الاجتماعي يتمثل الاسره، يتمثل الاصدقاء، يتمثل بيئه المحيطه فيه اللي هي بيئه العمل، او خلينا نقول بيئه المدرسه، ايا كانت البيئه اللي هو متواجد فيها. حاليا اصبحت السوشيال ميديا هي البيئه، فهل من الممكن انه يكون داعم له
ممكن ممكن لا، هو على حسب هو وش يتابع وش المحيط اللي حاطه هذا هو في نفسه. لكن الآن في اضطراب ما بعد الصدمة، هل الآن الشخص أصيب بمصيبة ما، سواء حالة وفاة أو من المصائب الدنيا الكثير، فهل الاضطراب يحدث مباشرة ما بعد هذا الحدث، ولا ممكن يكون هو أصيب بمثلا نقول قبل عشرات السنين وبعدها بزغ أو ظهر انفجر هذا الاضطراب؟ صحيح، هو اضطراب ما بعد الصدمة من الممكن في حال استمر شهر أو ثلاثة، من شهر إلى ثلاثة أشهر بعد الحادثة، بعد الحادثة يؤثر على العملية الاجتماعية، على العملية النفسية، على جميع جوانب الحياة. أيضا أنه تظهر الأعراض متصلة متتابعة يعني؟ نعم. في حالات تتعدى حالة ما بعد الصدمة لكن لا زالت كامنة وموجودة داخلها، مثل ذكريات الطفولة، مثل المشاكل بتحصل في أوقات المراهقة، هذه بتتعرض إلى صدمات وبالتالي ما تظهر في نفس اللحظة أو ما تظهر خلال الشهر أو ثلاثة أشهر أو حتى السنة القادمة، السنة متصلة بنفس الصدمة. هذه من الممكن تحصل بعد سنوات، زي مثلا حالات التحرش أو نعم يسترجع أنه في حالة حدثت له فدخل في الصدمة بنفسها. بس وش اللي خليه يسترجع الحالة؟ هل مثلا لو مثلا جال نفس المكان اللي صار فيه هذاك الموقف، أو يعني كان في شيء مرابط للحادث السابق هو اللي أثار ودخل في الصدمة؟ طيب نقول أنها ممكن تكون مزيج من التجارب المجهدة خلال فترات الحياة، عدم قدرته على الاتزان أو على الصلابة النفسية، فبالتالي تعرض إلى مواقف كثيرة. لما بتحصل عنده الإشكالية في انهيار نفسي، أول ما بيتذكر الصدمة اللي حصلت له، يربطها بالمشكلة اللي الآن هي معه. كذلك ممكن أن تكون صفات موروثة عنده، أو خلينا نقول نتكلم على عائلة مكونة من القلق والاكتئاب، عندهم الاضطرابات المتوترة. نعم، فبالتالي يحاول أنه يقوي نفسه خلال فترات، لكن إلا ما بتحصل فترة يحصل فيها انهيار، ويتذكر يترك كل ما حصل لكن يتذكر الصدمة اللي حصلت في ذيك الفترة اللي ما أخذت الحيز المفروض أنها تأخذه في التعامل معها. نعم، لكن قبل ما نطلع الفاصل، يعني الآن نفترض أن هذا الشخص بدأت عليه أو أصيب بحالة الصدمة، الأعراض اللي بتكون ظاهرية أو بتكون نفسية لهذا الشخص وكيف بتكون؟ يعني إحنا إذا تكلمنا على الأعراض اللي بتكون موجودة في الشخص، ممكن نقسمها إلى ثلاثة جوانب، تمام؟ خلينا نفترض أن الشخص هذا حصل له حالة وفاة خلال رحلة، أو خلينا نقول خلال مسيرة في أحد الأماكن السياحية، أو خلينا نقول حتى في البيت. الحاصل أنه في ثلاثة جوانب لازم نذكرها، اللي هي جانب الذكريات والجانب النفسي والجانب الجسدي، هذه اللي بتأثر أو خلينا نقول الأعراض الرئيسية للاضطراب ما بعد الصدمة. إذا تكلمنا عن الجانب في ذكريات، استرجاع الحدث من خلال ذكريات متعلقة وملحة ومتكررة، شعور قوي بمعاودة الحدث الأليم على ذاكرته، إضافة إلى أنه وقت النوم بيكون فيه إزعاج من الكوابيس اللي بتجي. يعني الموضوع يكون أفكار ما تتوقف، هل بيكون يعني ملاحظ عليه مثلا قلق مستمر، خوف زايد؟ أكيد. مثلا ممكن من الناحية الجسدية تعرق أو إيش ما كانت الحالة؟ أيوة، هذا من جانب الذكريات اللي تكلمنا. الجانب النفسي هو اللي بيحصل معاه، اللي هو القلق، العصبية، الخوف لأي سبب كان، عدم التركيز، المعاناة من المشاعر السلبية، إلى جانب أنه يمكن يحدث فقدان القدرة على تذكر كل الحدث أو جزء منه. نعم، احنا ان شاء الله نكمل في هذا الموضوع الكبير، حقيقة له جوانب كثير جدا، لكن استاذنك واستاذن السادة المستمعين نطلع فاصل. المستمعين الكرام، ولا نزال نستقبل اسئلتكم على رقم الواتساب 055-66-89-01 او عبر الهاتف 900-66-01-2. ايضا لا يزال في ضيافتنا الاخصائي صالح محدى الجهني، اخصائي نفسي اول بمجمع الملك عبدالله الطبي، عضو تجمع جدة الصحي الثاني. فاصل وراجع.
حياكم الله مستمعين الكرام، وعدنا مجددا بعد الفاصل، ولا زلنا مستمرين في حديثنا عن اضطراب ما بعد الصدمة. أيضا اللي عنده أي سؤال أو استفسار في هذا الجانب يقدر يشاركنا هو على رقم واتساب الإذاعة 055-66-89-01 أو عبر الهاتف 900-66-012. أجدد الترحيب بضيف حلقتنا لليوم الأخصائي صالح محدى الجهني، أخصائي نفسي أول بمجمع الملك عبدالله الطبي، عضو تجمع جدة الصحي الثاني. حياك الله أخصائي صالح. أهلا وسهلا بك من جديد. الآن في الجزئية الماضية بدأنا في تناولنا جانب اللي هو تعريف الاضطراب والأعراض المصاحبة لهذا الاضطراب، ومثل ما ذكرت يعني ظهور هذا الاضطراب يختلف من شخص لشخص أو من حدث لحدث. يعني في مثلا أشخاص يظهر بعد الحادثة بثلاث أو أربع أشهر، أو أنها تكون حادثة تكون سابقة مثل التحرش، وبعدها بفترة تظهر إذا وضع في ظروف يعني مشابهة للحالة اللي حدث سابقا، فهي تثير هذا الجانب ويبدأ تبان عليه اللي هو أعراض اضطراب ما بعد الصدمة. الآن في جانب الأعراض ذكرنا اللي هو ثلاث جوانب للأعراض، تكلمنا في جانب الذكريات، ففي الجانب النفسي والجسدي كيف تكون؟ طيب في الجانب النفسي نتكلم دائما أن القلق هو من الاضطرابات العصبية تصيب الفرد. أي نعم، إذا كنت في مرحلة قلق طبيعي أنك أنت تتعايش مع القلق، لكن الغير طبيعي أن يكون القلق هذا مؤثر على مستوى حياتك ككل. لذلك في اضطراب ما بعد الصدمة يكون القلق يعني مرتفع إلى ناحية العصبية بشكل أكبر، أو أنه يكون على حسب المراحل اللي راح نذكرها لاحقا أنه يكون في عدم وجود قلق، عدم وجود أي اهتمامات اللي هو ينزل إلى مرحلة الاكتئاب، يكون في تبلد يعني تبلد. نعم. فنتكلم على الجانب النفسي اللي هي الخوف لأي سبب كان، أرق، عدم القدرة على التركيز. نتكلم عن المعاناة من المشاعر السلبية المستمرة بخصوص الحادث. نتكلم عن الشعور بالذنب، الخوف، البعد عن الأماكن اللي حصل بها الحدث الصادم، إلى ما ذكرنا كذلك فقدان التركيز أو فقدان التذكر أو جزء تذكر الحادث أو جزء منه. تكلم عن الجانب الجسدي، وهو الجانب يعني اللي فعلا بيبين أنه فيه إشكالية للآخرين، لأنه من ممكن أنه الجانب الذكريات والجانب النفسي الشخص يحاول يتماسك فيها، لكن الجانب الجسدي هي من الممكن اللي راح تظهر على الشخص، من ضمنها المشاكل بالمعدة، لأن أي مشكلة في القلق ترتبط في المعدة، قولون على طول تقريبا، القولون من ناحية القولون، حرقة المعدة، خلينا نتكلم على الإسهال، خلينا نتكلم على أمساك، أي مشكلة في القلق، وهذه من الجوانب الأعراض الجسدية. يعني بحكم أن يعني العامل النفسي هو يؤثر على الجسد بشكل خاص. صحيح. يعني حتى في قبل تناقشنا في حلقة عن اضطراب القولون، يعني كان في أسباب كثير، لكن السبب الأساسي عاملك النفسي. صحيح. فمثل ما ذكرت يعني الصدمة بتأثر على النفس أو الجسد بشكل خاص، وأيضا على القولون أكيد، ومن ضمنها إذا جبنا جانب الذكريات فبالتالي حيصير فيه صداع نفسي في الجانب الجسدي. صداع نفسي هذا شلون؟ الصداع نصفي. النصفي نعم. نعم. أعتذر. في كذلك ألم مزمن في كامل الجسد، تشنجات بالعضلات، فقدان للوزن، ألم أسفل الظهر، لأنه كل ما تصير عندك الذكريات مستمرة كل ما أنت تبتعد عن التعامل المحيط، المحيط، الأكل، خلينا نتكلم أنك أنت تفرغ كل طاقتك على إيش. بس هل في ناس ممكن يكون العكس، بدل مثلا ما يقل الوزن ممكن يرتفع؟ صحيح. ولا هذه حالات اكتئاب؟ هذه من ضمن بعض الحالات اللي ممكن يكون فيه عامل نفسي احنا نسميه الشرها العصبي للأكل، هذا منه ممكن يكون فيه تفريغ من الممكن، لكن هنتكلم على الجانب الجسدي الشائع في هذا المحور اللي هو دائما يكون فيه فقدان للوزن، لأنه هو مبتعد عن الآخرين، مبتعد عن المجتمع اللي هو فيه، ما يخرج، ما حتى الأكل ما يجتمع مع الآخرين في الأكل، فبالتالي فقدان الوزن يكون هو المسيطر على هذا الجانب. إذا تكلمنا على أنه الأعراض وكيف أنها من الممكن تظهر للآخرين، فالجانب الجسدي هو الشائع في هذه النقطة، الجانب الجسدي. أما بالنسبة للجانب النفسي لربما يكون فيه مكابرة شوية، ما يبغى يبين للآخرين، يمكن يقدر يتحكم بشوي منه. أيوة. كذلك الذكريات من الممكن يلاحظ إذا كان في شريك
كزوج أو زوجة. إذا كان بيشوف إنه يصحى بكوابيس بيحاول إنه يسترجع الذكريات، فيزعل كذا فجأة كذا، تحس إنه في حركة حصلت من الطرف الآخر كأنه عبر عن انزعاجه لما تجي زي الفلاش باك على الذكريات اللي حصلت. لكن الآن ذكرت في الجانب النفسي إن يكون في خوف مستمر، خوف مرتبط بالحدث ولا خوف من أي شيء حول الحياة، يعني مثلا سيارة، صوت باب انقفل، مدري وش يبدأ، خلاص الوضع خايفة، الشخص يكون خايف على طول. خلينا نقول إنه تكون عدم أمان. عدم أمان من أي محيط حوله. لربما خلينا نتكلم مثلا لو كان في حالة فقد بسبب حادث السيارة، لربما إن ما يركب سيارة بعد، ما يركب سيارة، بيخاف إن الشخص الآخر اللي بيركب معاه يصير عليه مشكلة. يعني خلينا نأخذ بعض الجوانب اللي حصلت، إنه ابن كان مع كان يسوق مع والده في السيارة، الابن التهف الجوال شويتين أو حد أو لظرف ما صار الحادث، اتوفى الأب. الإشكالية بتحصل مع الابن في إنه هو السبب، فيبدأ هنا في لوم الذات، في هنا في الشعور بالذنب، في المشاكل اللي بتحصل معاه، فبالتالي يكره السيارة ويكره السواقة بالسيارة بشكل كبير. طيب الآن الشخص هذا اللي أصيب بهذا الاضطراب كيف بتأثر على حياة هذا الشخص بشكل عام، سواء الحياة الاجتماعية، من الجانب الوظيفي، من الجانب النفسي؟ إذا تكلمنا على التأثير، التأثير بيكون واضح على الشخص المصاب من خلال تناقص اهتمام المريض، أو خلينا نقول الشخص المصاب بالأمور كانت تهمه في السابق. خلينا نقول إيش كانت الهوايات الموجودة، إيش كان الشغف الموجود، إيش كان التعامل. يعني أنا كزميل لهذا الشخص المصاب كان ما شاء الله تبارك الله كل عنده برنامج كل ويك إند، بيحب إنه يتابع المباريات ويتابع أفلام، بيحب إنه يروح في رحلات بحرية مثلا، فبالتالي أصبح هذا الشخص غير مهتم في هذه الأمور، إضافة إلى أنه لا يرى أي ضوء للمستقبل، ما في أمل أبدا، الشعور باليأس للمستقبل، تغير في المزاج والأفكار، حديث سلبي مستمر عن الذات، يتكلم بطريقة تقدير الذات فيها منخفض جدا جدا، اتجاهات سلبية حول الآخرين أمام أو حتى المجتمع القريب منه، مشاكل في الذاكرة، وهذا اللي بتحصل معه من ممكن أنه تعامل مع شخص، مين أنت، نسيتك، معلش، إيش اللي حصل، أنا ما أفتكرك. هذه من المشاكل اللي بتحصل مع الأشخاص المصابين، إضافة إلى نسيان تفاصيل رئيسية عن الحادثة المؤلمة، خلينا كله يتذكر فقط فلاش باك بسيط، لكن ما قبل ما بعد هو ما حيتذكر في نفس الحادث. أي نعم. شعور العزلة عن الأصدقاء والأقارب هذا مفروغ منه، لأنه هو ابتعد أن المحيط اللي هو موجود فيه، فتعب من هذه النقطة، فقدان اهتمام بالأنشطة، الإشكالية اللي بتحصل بشكل كبير عدم الشعور بالسعادة، أو خلينا نقول استعادة الشعور بالسعادة أو التقبل بهذا بالطريقة المناسبة له، فهذه من الأشياء اللي بتأثر عليه بشكل مستمر، لربما إنه يفقد فيه وظيفته أو يفقد فيه عائلته أصدقائه. خلينا نقول لك وصلت مراحل إنه يفقد فيه حياته، إنه ممكن توصل إن الشخص من الأعراض إنه توصل إنه يفقد فيه حياته بسبب الحزن المستمر أو العزلة المستمرة وعدم قدرته على إنه يفهم من هذا الموضوع، يحتاج إلى تدخل طبي. نعم تقريبا يصير هذه أغلب الجوانب اللي تتأثر في حياة الشخص، يعني زي ما ذكرت نفسيا، اجتماعيا، وظيفيا، وجميع المؤشرات تبدأ تقل، اللي هو زي ما ذكرت مؤشر السعادة راح، مؤشر الأمل انعدم، كل شيء تبدأ تقل، ويبدأ هذا الشخص ينعكس عليه سلبا بشكل ملحوظ على الجسد، مثل ما ذكرت العوامل والأعراض اللي تبان عليه. لكن احنا ان شاء الله نكمل في باقي جوانب حلقتنا اليوم، لكن نطلع فاصل مستمعين الكرام، ولا يزال في ضيافتنا الأخصائي صالح محدى الجهني، أخصائي نفسي أول بمجمع الملك عبدالله الطبي، عضو تجمع جدة الصحي الثاني. أيضا اللي عنده أي سؤال يشاركنه على رقم واتساب الإذاعة 055-66-89-01 أو عبر الهاتف 900-66-012. فاصل وراجعين.
حياكم الله مستمعينا الكرام، وعدنا مجددا بعد الفاصل ولا نزال نتكلم في موضوع حلقتنا اليوم عن اضطراب ما بعد الصدمة. أيضا اللي عنده أي سؤال أو استفسار يشاركنا هو على رقم واتساب الإذاعة 055-66-89-01 أو عبر الهاتف 900-66-012. أجدد الترحيب بضيف حلقتنا اليوم الأخصائي صالح محدى الجهني، أخصائي نفسي أول بمجمع الملك عبدالله الطبي، عضو تجمع جدة الصحي الثاني. حياك الله أخصائي صالح. أهلا وسهلا فيك. الآن في الجزية الماضية تكلمنا بشكل عام عن أبرز التأثيرات والجوانب والأعراض اللي تبان للشخص في جانب ذكريات أو الجانب النفسي أو الجانب الجسدي، وأيضا أن هذا الاضطراب هو كيف بيأثر في حياته، يعني بتكون ملحوظة سواء من مثلا هزالة الجسد أو النحافة الشديدة أو مثلا ما صار يعني يمارس هواياته مثلا مع أخوياه أو صار يطلع، ما صار يروح الدوام وإلى آخر من العوامل اللي تكون ملحوظة. الآن في جانب التشخيص والعلاج، فبداية مع التشخيص، كيف يكون تشخيص هذا الشخص المصاب باضطراب الصدمة أو ما بعد الصدمة؟ ما بعد الصدمة. طيب بالنسبة للتشخيص وبالنسبة لطريقة التعامل مع التشخيص، خلينا نأخذ فكرة أنه فقد، حادثة فقد، فقد أحد الأباء أو فقد الأبناء، الكل حيكون في صدمة من المقربين. زين، الإشكالية أين تحصل؟ إذا استمر الوضع لمدة أكثر من شهر. أكثر من شهر بعد العلاج أو قبل العلاج؟ لا، إلى الآن إحنا ما دخلنا في العلاج. نعم. إحنا نقول إنه حادثة الفقد. فشهر، شهرين، البقية المحيط اللي حوله تخطى، هو شخص إلى الآن متعلق في هذا الجانب اللي تكلمنا فيه في الأعراض. فبالتالي ما هو قادر أنه يتعامل مع نفسه، مع الحياة، أهمل حياته الأسرية، أهمل حياته المهنية، أهمل حياته الاجتماعية. وبالتالي هنا يتدخل أنه مر شهر أو أكثر على الوضع كما هو. هذه نقطة. أصبحت الأعراض اللي تكلمنا فيها سابقا واضحة للعيان، واضح أنه في عنده خلل في هذا الجانب. هل هو راح يتقدم أو الآخرين راح يأخذونه إلى الطبيب النفسي أو الأخصائي النفسي؟ هذه بتعتمد على المحيط الموجود عنده، وكذلك تعتمد على نفسيته، هل هو شايف وضعه أنه فعلا دخل في هذا الموضوع أو لا. فلمن يجينا إحنا بنعمل زي الاستقصاء لهذا الوضع من إلى، هل في أحداث سابقة، هل في الفقد اللي حاصل الآن في تعلق شديد جدا لدرجة يعني علاقته مع هذا الشخص. أيوة. يمكن يكون حتى غير محيط الأسرة، ممكن يكون صديق له. فنأخذ الهيستوري كامل للوضع، إضافة إلى إحنا كأخصائيين نفسيين إحنا عندنا بعض المقاييس اللي نتعامل فيها. اضطراب ما بعد الصدمة، أثر ما بعد الصدمة لإيدافستون، هذا بيتكون من 17 سؤال على 3 محاور: استعادة الخبرة الصادمة، تجنب الخبرة الصادمة، استثارة الخبرة، إضافة إلى أنه في المقابلة الكلينيكية هي اللي بتبين فعلا هذا الشخص قبل ما نعمل أي شيء معه. هذا اللي يكون أول شيء، أخصائي مع الشخص اللي عنده الاضطراب. نعم. نعم، لأنه من الممكن أنه يروح للعيادات بسبب الألام الجسدية اللي تكلمنا فيها سابقا، يحس بأنها قولون. أيوة. وهي أصلا شيء ثاني، وهي في طريقة أنه فعلا ألم نفسي داخلي ما هو قادر يعبر عنه بطريقة مناسبة. ممتاز. يعني الآن المراحل أن يكون فيه اللي هو زي ما نقول النقاش ما بين الأخصائي والشخص المضطرب. نعم. وأيضا زي ما نقول التقصي وأخذ سجل كامل أو تاريخ كامل عن أغلب الأصدقاء والأهل وكذا. غيرها إيش بيكون المرحلة الثانية؟ غيرها تبدأ مرحلة التعامل مع الحالة من خلال الجلسات النفسية. هل من ممكن يكون فيه علاج دوائي أو أنه يكون فيه جلسات سلوك معرفي أو الجلسات النفسية بمعنى أصح، اللي دائما بنشدد أنها تكون في البداية لأجله شخص عدم تقبل الأدوية النفسية، ممكن يكون بشكل مباشر أنه يبغى يتعامل مع الحالة مع حالته بطريقة أنه أعطي نفسي فرصة أكثر. نعم. فهذا من التشخيص اللي ممكن والتقييم الكلينيكي اللي ممكن نحن نستدل عليه في موضوع اضطراب ما بعد الصدمة. يعني الآن هو مقسوم على قسمين: دوائي وسلوكي معرفي. صحيح. دوائي. هل يعني تحتاجون تلجؤون للدوائي بشكل مباشر، بحكم يعني مثلا تحاولون تخلون الشخص يهدى شوي
ولا لازم في البداية يكون النقاش والعلاج السلوكي هو الأفضل بعدها إذا ما كان في تجاوب يتم اللجوء إلى الدوائي؟ صحيح، احنا ذكرنا في البداية أنه هو على حسب قوة الشخص وقدرة تعامله مع نفسه مع ذاته. فبالتالي في بعض الأشخاص يقول لك أنا أبغى أخذ دوائي على أساس أني بعدين أشتغل على العلاج النفسي. هو اللي يقترح، ممكن يقترح، ممكن وممكن احنا نقترح عليه كأخصائيين، لانه شوف الوضع حيطول معه، مو قادر انه هو يتعامل مع نفسه بطريقه مناسبه. ممكن الطبيب النفسي يدخل يقول خذ دوائي من البدايه، لكن اذا كان في تجاوب من خلال المراحل اللي راح نذكرها لاحقا، ان كان في تجاوب معانا فبالتالي يكون العلاج النفسي هو الاكثر استخداما له من العلاج الدوائي. نعم. طيب الآن كمختصين نفسيين والأخصائيين النفسيين، إيش العوامل لازم يأخذونها بعين الاعتبار لمن يقيم هذه الحالة؟ طيب العوامل عند التقييم، إحنا بتقول عند التقييم لازم نأخذها في الاعتبار بعد التعرض للصدمة. طبعا قلنا بعد شهر إلى 3 أشهر، إلى ممكن صدمات سابقة من خلال الكبت اللي كان حاصل في الشخص. هل حصل له تعرض لصدمة حادة طويلة الأمد سابقا؟ هذه من الأشياء اللي ممكن احنا ناخذ فيها بعين الاعتبار. يعني تقصد صدمة قبل هذه الصدمة؟ نعم. لأنه مدار حياة صدمات متتالية. كذلك تعرض إلى الاعتداء في أثناء فترة الطفولة، ذكريات الماضي، هل حدثت له هذه الأشياء من مشاكل أثناء الطفولة، من مشاكل أثناء مراهقة. كذلك نتكلم على العمل في وظيفة تزيد التعرض للحداثة الصادمة، مثلا استجابات الطوارئ، خلينا نقول المسعفين، أيوة المسعفين، الطوارئ اللي بيشرون الحوادث بطريقة مباشرة، هذه من الممكن يصير عندهم هذه الصدمات. بس هذول الأشخاص المفروض أن يكون أقل بحكم أنه متعود، خلينا أنك نقول تباشر حالات، يعني لا سمح الله حوادث وفيات وإلى آخر من طيب جانب. إذا كان إذا كان الشخص هذا باشر حادث لأحد أقاربه، هنا تختلف الموازنة، هذا هو المقصد في الموضوع. فبالتالي أنت تكون مثلا كشخص تشتغل في طوارئ المستشفى، فجأة تتفاجأ أن الشخص اللي وصل لك للحادث هو أحد أقاربك، هنا أتوقع ممكن الصدمة تكون أكبر بحكم من أنت أول شخص بدأت في هذا الموضوع. فبالتالي إحنا نتكلم عن هذه المشكلة. إضافة إلى أنه في معاناة، هل توجد معاناة في المشاكل الصحية النفسية، قلق، الاكتئاب، دخان، في تاريخ أسري في هذا الجانب أو لا؟ خلينا نجي للجانب مش بسيط لكن من الممكن يكون له تأثير، اللي هو جانب استخدام المخدرات قبل الصدمة ولا أثناء حالة لا الصدمة؟ لا، يعني خلينا نقول تاريخ عنده في المخدرات، لأنه القدرة على التعامل مع هذه الأمور أثناء الصدمة من الممكن ما يقدر يتعامل فيها بشكل سوي. يبدأ يكون في فرط في الاستخدام. أيوة. إضافة إلى الدعم الجيد من الأهل والأصدقاء، لأنه شخص بعيد كل البعد عنه فبالتالي أهمل، ما هو قادر أنه يتعامل معهم بطريقة مناسبة. فهذه من الأشياء اللي أول عوامل اللي نأخذها دائما في عين الاعتبار أثناء التقييم بناء الخطة العلاجية. نعم. نعم. طيب الآن في المراحل، هل في مراحل معينة لهذا الاضطراب أو هذا الحزن يمر على الشخص؟ صحيح، احنا نتكلم على مراحل الحزن ونموذج روس للحزن. هذا النموذج بيعطي من البداية إلى النهاية، من أول ما بتصير شك الصدمة إلى ما يوصل للعلاج النفسي ويتعافى من هذا الموضوع. فأول مرحلة هي الصدمة والإنكار، بعدين الغضب، المساومة، الحزن، الاكتئاب، وأخيرا التأقلم أو التقبل. ممتاز. هي مراحل تسلسلية غالبا يعني يمر بها معظم الأشخاص. خلينا نتكلم أنه مش كل شخص أصيب بصدمة حيمر في هذه المراحل. الصدمة تختلف عن ما بعد الصدمة. كيف يعني؟ يعني احنا بنعيش الصدمة لكن نتخطى. ممتاز. ماشي. اشخاص في ما بعد الصدمة اللي هو التعريف او هو البرنامج ككل، ما بعد الصدمة انه حاول انه يتخطى بس ما قدر. فبيعيش الدور انه ما بعد الصدمة، كرب ما بعد الصدمة، هذا هو المقصد فيه. فيجلس على هذه الحالات الخمسة فيبدأ يتدرج فيها بناء على الحالة اللي صارت عليه. صحيح. لكن احنا نكمل ان شاء الله في جانب المراحل، لكن نطلع فاصل مستمعينا الكرام،
وأيضا لا نزال نستقبل أسئلتكم على رقم واتساب الإذاعة 055-66-89-01 أو عبر الهاتف 900-66-012. ولا يزال في ضيافتنا الأخصائي صالح محدى الجهني، أخصائي نفسي أول بمجمع الملك عبدالله الطبي، عضو تجمع جدة الصحي الثاني. فاصل وراجعين. حياكم الله مستمعين الكرام، ووصلنا في الجزئية الأخيرة من حلقة اليوم اللي تحمل عنوان اضطراب ما بعد الصدمة. أيضا اللي عنده أي سؤال أو استفسار يقدر يشاركنا على رقم واتساب الإذاعة 055-66-89-01 أو على الهاتف 900-66-012. أجدد الترحيب مرة أخرى بضيف حلقتنا لليوم الأخصائي صالح محدى الجهني، أخصائي نفسي أول بمجمع الملك عبدالله الطبي، عضو تجمع جدة الصحي الثاني. حياك الله أخصائي صالح. أهلا وسهلا فيك من جديد. الآن في الجزئية الماضية تكلمنا بشكل مفصل عن التشخيص والتقييم من جانب الأخصائي النفسي وكيف أنه يكون، ومثل ما ذكرت أن في عدة عوامل لازم تأخذ بعين الاعتبار سواء من الأصدقاء أو المحيط اللي حوله، يعني زي ما نقول دراسة شاملة عن حالة هذا الشخص من إلى، وبناء عليه توضع الخطة العلاجية. لكن الآن في مراحل الحزن اللي ذكرناها الخمسة، كيف يكون تدرج الشخص عليها؟ هي مراحل الحزن دائما بتكون هي ردات فعل، بمعنى صح للحالة اللي هو وصل لها، فكل مرحلة مختلفة عن المرحلة السابقة. ذكرنا أن المرحلة الأولى هي صدمة والإنكار، خلينا نقول حدوث انفصال على سبيل المثال من وفاة، أو خلينا نقول انفصال من وظيفي، أو تشخيص مرض خطير، فبالتالي بتكون صدمة هو الطابع لها الإنكار، أنه تكون في لحظتها حتى أنه ينكر كل شيء أو ما يصدق أي حدث حصل. فالإنكار هذا إيش اللي بيساعده فيه؟ إنه بس يخفف الخسارة. لا ما صارت النتائج صحيحة، الفحوصات غير صحيحة، راح يتصلون فيه إذا فقدت أنا وظيفتي مثلا، راح يتصلون فيه ما يقدرون يتخلون، أو شخص بمرض مثلا، هذا هو. أو كمان إنه صار في مرحلة انفصال أحد الزوجين، مصير راح نرجع مع بعض وتصير كذا كذا، في شغلات هي الآلية الدفاع فيها في الحزن اللي هي الإنكار، وهذا هو طبيعتها. هذه المرحلة دائما بيكون الإنكار بيكون مرتبط بالارتباك والخوف وتصرف السلوكيات طائشة أو غير واعية لهذا الموضوع. يتجنب الحديث عن الحادثة اللي مر بها، ويحاول دائما يتضارى أنه بخير، يعني السار على موضوع الوظيفة بعد ما فصلك، لا تمام إن شاء الله الأمور راح ترجع تمام، لا تخافوا، هو أصلا ما في رجعة، هو ما في رجعة بس هو مرحلة الإنكار. لما هو يستوعب ويعرف أن الوضع عنده حصل فعلا، يبدأ هنا مرحلة الغضب، ليش هذا الشيء حصل، اللي هي مرحلة ثانية. فيبدأ استيعاب ما حصل، فيبدأ الإنكار للتكيف والتخلص من الألم من خلال الغضب. تخفي مشاعر والألم الذي يتحمله الفرد دائما في مرحلة الغضب. إعادة توجيه الغضب ولو ما أشخاص من حوله، أنتم السبب في هذا الموضوع، أنتم يلوم الناس. أيوة. يبدأ في التعامل مع الانفعالات صعبة السيطرة عليها. يشعر بغضب تجاه أشخاص الذين يكملون حياتهم بشكل طبيعي. مثلا خلينا نقول هذه المرحلة اللي يضع الإنسان نفسه في محيط تفكير بين الماضي والحاضر. أنتوا كيف صارت حالة الوفاة عندكم وما أنتم مستوعبين أنه ما هو موجود؟ ليش أنتوا عايشين حياتكم بالطريقة اللي إحنا المفروض ما تعيشونها؟ هم يعني تخطوا، هو باقي، هو بين الماضي والحاضر. هو مرحلة الغضب تفريغ للمشاعر في هذا الجانب. هنا في المرحلة هذه من الممكن إنه يصير في تخوف من مجاراته، من التحدث مع هذا الشخص اللي في مرحلة الغضب. أيوة. بعدها بعد ما تهدأ الأمور شوية معه، تبدأ هنا مرحلة المساومة، اللي هي تعتبر مرحلة دفاع ومقاومة ضد مشاعر الحزن. تمام؟ نعم. فيجد الشخص نفسه استعاد سيطرة على نفسيته.
يعني ماذا لو لم يحدث ذلك؟ ليش لو أني أنا ما غبت كثير؟ لو أنا ما صرت كذا؟ ليش أنا اللي تعاملت؟ طيب ممكن أرجع، ممكن أنه يصير فيها تعامل في المستقبل بطريقة مناسبة لي، محاسبة النفس في بمعنى صح. نعم. لكن قبل ما ننتقل في الجانب العلاجي وفي جانب المراحل، الآن في العادة الأشخاص يجوكم في العادة بعد الصدمات يجوكم في الأخير، ولا إنه واصل لآخر مرحلة، ولا في المنتصف، ولا في أي جزئية هو واصل؟ تجينا في مرحلة الاكتئاب اللي هي المرحلة الرابعة. غالبية الأشخاص يوصلون لنا في مرحلة الاكتئاب بعد، لأنه في الغض في مرحلة الإنكار من المستحيل إنه يصل، يجد هو خلاص منكر أصل الغضب كذلك المساومة. تبدأ مرحلة الاكتئاب اللي هي المرحلة العميقة من الحزن، إنه عاش التجربة بشكل أعمق دون إنكار أو انتقاد اللي كان حدث في المرحلة السابقة، فهي مرحلة المواجهة الهادئة مع الواقع. هل فعلا هذا الشيء حصل؟ طيب أبدأ هنا من قدر تقبل هو فعلا حصل واقتنع، لكن تبدأ مرحلة الاكتئاب اللي ابحثوا عني لوجود حل. يبدأ هنا اليأس والعجز عن عمل أي ردة فعل، خيبة أمل أنه ممكن أن تحصل معه، فبالتالي يبدأ الآخرين أنه في مرحلة الغضب ما نقدر نتعامل معه، مرحلة الاكتئاب إحنا نقدر نوجهه ونقدر ندعمه، فبالتالي نقدر نأخذه إلى أخصائي أو طبيب نفسي. فقبل مرحلة قبل لا تصير إنها مرحلة تدمير، يعني هي مرحلة الاكتئاب ممكن توصل مرحلة تدمير، قبل لا توصل لمرحلة تدمير يا هو أو الشخص الآخر هو اللي راح يجي يجيبه، يعني يقدر نعالجه، لأنه مرحلة الاكتئاب من أخطر المراحل في مراحل الحزن، ربما يحصل فيها انتحار، ربما يحصل فيها استخدام مفرط للكحول أو المخدرات أو ممارسة أنشطة خطيرة أو خلينا نقول هارم سيلف، بيحصل بشكل كبير في النفسي. نعم. أيوة. فهذه مرحلة تطلب تدخل سريع. نعم. نوصل إلى مرحلة التقبل اللي هي آخر مراحل الحزن اللي ممكن إحنا نقول عنها إنه يبدأ العلاج النفسي فيها. طيب الآن في هذه المراحل أخصائي صالح، يعني أوكي بعد ما مر هذا الشخص بهذه المراحل، الآن في الجانب جانب العلاج، أنت ذكرت أن يكون في البداية اللي هو التقييم وإلى آخر من الناحية السلوكية، طيب إيش في خيارات علاج أخرى متاحة لهذه الحالة؟ طيب إذا تكلمنا عن أنواع العلاجات المتوفرة اضطراب النفسي بعد الصدمة، في العلاج الدوائي تكلمنا فيه، تكلمنا عن العلاج المعرفي السلوكي له أنواع. من الممكن يكون في البداية علاج المواجهة المطول، يخضع لهذا العلاج الأشخاص الذين يعيشون حالة من الخوف والصدمة زي ما هو حاصل، تقليل شعور المريض بالخوف من ذكرياته، تدريبه على كيفية السيطرة على أفكاره ومشاعره حيال حدث المأساوي اللي حصل له. المواجهة المطولة وهي كانت من العلاجات القوية في هذا الجانب، تعتمد على 4 عناصر، منها التوعية المتعلقة بهذا المرض وسبب علاجه للشخص المصاب بالاضطراب، التدريب على أسلوب التنفس اللي هو الاسترخاء، استرخاء تنفسي، التدريب على التعامل مع مواقف حياتية مرتبطة بالصدمة، أخيرا التحدث باستفاضة عن تجربة الصدمة على أساس أنه كل ما يتكلم فيها أكثر، كل ما يكتب سجل الأفكار أكثر، كل ما يعمل تمرين التنفس أكثر، يبدأ هنا يخف الشعور بالصدمة. نعم، لكن الآن بحكم أن الوقت بدأ يضيق علينا، لكن مدة البرنامج بشكل عام كم تكون؟ هي من بداية دخول هذا الشخص إلى ما يوصل للمرحلة الأخيرة، هو يعتمد على متى وصلنا في أي مرحلة جاكم، في أي مرحلة، لكن غالبا بتكون من يصلنا بعد ما ننتبه أنه فعلا 3 أشهر بدأت الأعراض تظهر عليه بشكل قوي، خلينا نقول من 3 إلى 6 أشهر إذا كان نفسية. مستمر ومواظب على جميع المطلوب. نعم، إذا كان هو فعلا خارج من مرحلة من المراحل الحزن اللي تكلمنا فيها، إذا جاني في مرحلة الاكتئاب ممكن يطول أكثر شوية. بس يعني مثل ما ذكرنا الأسباب سواء كانت حالة وفاة أو غيرها، كل العوامل هذه أو كل الظروف اللي صارت، يعني إن شاء الله تكون سواء 6 شهور أو حول الأشهر هذه ما تطول بناء الحالة اللي جات فيها. لا أنا أقول لك من 3 إلى 6، يعني ما هو موضوع صعب، لأنه من الممكن أن يكون في تدخلات علاجية دوائية بتساعد أكثر على
تسريع عملية التعامل مع الحالة بشكل أفضل. ممتاز. إضافة إلى أنه فيه إعادة البناء المعرفي من تحت هذه من بعض المناهج العلاجي اللي يساعد في تحديد أنماط التفكير غير السوية والاعتقادات الناجمة عن الصدمة ومن ثم تغييرها. خلينا نقول حدث أفكار العقلانية استجابة العقلانية. إحنا نتدخل في موضوع الأفكار، كيف نتعامل مع الأفكار ونحاول نغيرها أساس نتغير فيها أسلوب الحياة من خلال سجل الأفكار، التعامل مع مفكرات يومية يدون فيها أفكار مصابة حسيسه بشكل أكبر. نعم. طيب الآن الشخص ما بعد هذه المرحلة وإن شاء الله أنها تمت على خير، اللي هي مرحلة أو خطة العلاج، طيب ما بعد العلاج هل بيكون في برنامج تأهيلي خاص لهذا الشخص؟ أكيد أكيد في برنامج، بس نقطة قبل في العلاج اللي هو برنامج إبطال التحسس وإعادة المعالجة بحركات العين MDR. هذا بغاله يعني جلسة كبيرة فيه. نعم. الموضوع هو من كبير، لكن من البرامج المفيدة جدا جدا. نعم. إذا تكلمنا على موضوع التأهيل أو الدعم في تحسين نتائج العلاج، لازم يكون فيه إيجاد الدعم المناسب من الأهل الأصدقاء. نعم. أو المختصين. أولا وقبل كل شيء لازم أنه يكون في الرغبة في الشفاء منه هو. لازم يكون عنده الرغبة في الشفاء. نعم. طيب. يعني حقيقة أن والله ودنا نكمل لكن وقت البرنامج انتهى تقريبا، فودي والله لو توجه نصيحة أخيرة للأشخاص اللي يمرون حاليا بحالة صدمة أو من الأهل اللي عندهم شخص مصاب بحالة صدمة. إن شاء الله أنه نكفي في الوقت. إحنا نقول النصائح الأخيرة أنك لا تعزل نفسك، حاول أنك أنت توقف أو توقف مع مشاعرك من خلال سجل الأفكار وتتذكر كل ما كان سابقا مع نفسك الجميلة بطريقة ممتازة، وتقدر ترجع لحياتك بشكل مناسب. الإحساس بمشاعرك وقبولها هي مفتاح الشفاء من الصدمة. كذلك قم برعاية نفسك. جميل. أخيرا أشكرك كل الشكر أخصائي صالح ولهذه المعلومات، يعني الحلقة ممكن يبغى لها حلقة ثانية، لكن شكرا لك ولتواجدك معنا. الله يعطيكم الصحة والعافية وأشكركم على الاستضافة، وبإذن الله لنا لقاءات قادمة بإذن الله. الشكر لكم أيضا مستمعينا الكرام، كان في ضيافتنا الأخصائي صالح محدى الجهني، أخصائي نفسي أول بمجمع الملك عبدالله الطبي، عضو تجمع جدة الصحي الثاني. أيضا أشكر زميلي من الإخراج رايد باراجي. كنت معكم أنا عبدالله العامري، وإلى لقاء متجدد على نفس الموعد والتوقيت. مع السلامة.